فيا حمدي جريدة الميل. أنا عندي سؤال وحضرتك بتتابع دايما التساؤلات وما أثير عن التشكيل. إزاي هتطمئن أولياء الأمور على التعليم؟ وفي تساؤلات كتير على الاختيار اللي تم في الملف دوت، فتطمن حضرتك على الاختيار ده. والنقطة التانية، كم مرشح حضرتك قابلتهم في الاختيارات؟ وهل الاختيار كان على ان هل الوزراء الجدد عندهم رؤى مختلفة للتقديم، ام هو استكمال لما كان في السابق بخطط صارمة للتنفيذ؟ وانا اسفه، اخر حاجة ملف الثقافة، وهل من الممكن ان يكون في مجموعة اخرى لقياس الأثر الاقتصادي والأثر الاجتماعي لكافة القرارات اللي تم أخذها، بحيث أن يتم برضو أخذ كل الاحتمالات مع السيناريوهات اللي تم أخذها ولا لا؟ شكرا. طيب، خلينا بس عشان نوضح. طبعا يعني الشخصيات اللي يعني قابلتها، أنا قابلت فعلا أكتر من 65 أو 70 مرشح في كل المجالات. المرشحين بيبقى بيتم ترشيحهم من جهات كثيرة جدا، وأيضا من مجلس، من رئيس الوزراء نفسه بيبقى هناك أحيانا بعض الترشيحات. الأهم الجهات كلها اللي موجودة في الدولة، الجهات الأمنية والجهات المسؤولة، بيبقى هي اللي بتعمل الملف الخاص بكل شخص فيما يخص الفحص الحاجات بتاعته، اللي بناء عليه بيبقى قدامي اللي ما يطلق عليه السي في اللي بقعد معاه. لكن الموضوع مش فقط كده، الموضوع بيبقى لازم التحاور الشخصي. والحقيقه يمكن عشان كده كان طول الفتره، لان كنت حريص ان انا يعني يبقى في تواصل بصوره كبيره جدا وبصوره فتره، يعني اخد مساحه مع كل مرشح عشان نطمئن من هم اللي يكون الافضل. وفي الاخر هو اجتهاد، وان شاء الله ربنا يوفقنا في نجاح هذا الموضوع. اهم شيء في هذا الملف يعني ان يكون هناك الشخصيه لديها رؤيه واضحه على حل مشاكل وازمات هذا القطاع. وبالتالي في كل اللي أنا قابلتهم كنت بسألهم رؤيتك إيه هي التحديات اللي أنت شايفها في الملف ده، ورؤيتك إيه في الحل. وهقول لحضرتك، مش مجرد تقول لي أنا عايز فلوس زيادة، ما هو موارد الدولة وموازنتها معروفة. إنما دايما، ودي كانت كلمة يمكن دايما سيادة الرئيس بيقولها كمبدأ عام، ممكن نكون بالرغم من إمكانياتنا المحدودة ولكن نقدر نحل أزمات خانقة عندنا بمبادرات وأفكار غير تقليدية. وحدي سبيل المثل لحضراتكم المبادرات الرئاسية اللي اتعملت لموضوع الصحة، القضاء على قوائم الانتظار، فيروس سي، الكلام ده كله. دي كنا بنعمل ايه؟ بندخل على مشكلة معينة نروح حلينها، فبتعمل على طول انفراجة في أزمة كانت كبيرة جدا. وعشان كده يمكن كان حرصي في كل مناقشاتي مع المرشحين أسأل كل واحد فيهم رؤيتك ايه الحل هذه الأزمة. فالحقيقه كانت الرؤى اللي بتتفق يعني قدامي يعني بتطمئن ان الشخص عارف الملفات وشايف وفاهم هيعمل ايه، وعارف من اول لحظه لما هيدخل على، انا بتكلم هنا بصفه عامه، هيدخل على الملف هيعرف يشتغل عليه ازاي. لان لا نملك رفاهيه اضاعه وقت في مجرد ان انا لسه افهم ملفات العمل اللي في الفتره دي. عشان كده كان دايما محاوله الاختيار ان حد يبقى من التخصص وفاهم هذا الملف، ولا يوجد شيء ولا غضب أن يكون من الجانب الآخر. مش لازم يبقى من الجانب الحكومي فقط، بالعكس ده بيبقى من الأفضل أحيانا أن واحد يكون منغمس في العمل في القطاع الخاص وفي السوق التخصص، ونجيبه بنجاحاته وأن هو نقول له تعالى وحط حل معانا في هذا الموضوع. أنا بس حبيت أأكد هذا الشأن لان احنا شغالين على هذا الموضوع. عشان كده بس انا كل اللي بطلبه ندي الفرصه للساده الوزراء يبداوا يشتغلوا على ملفاتهم، ونقيم بعد كده ادائهم. وزي ما قلت لحضراتكم يعني وتيره العمل المرحله الجايه مش هتخلينا نستنى كتير عشان نقيم مدى النجاح او الفشل. هيبقى عايزين مع التحديات اللي موجوده نطمئن ان لازم الموضوع يقدر ان احنا نطمئن انه ماشي على التراك الصح. لو لقينا ان في مشكله ما فيش اي غضاضة ان يحصل تغيير وتعديل. الثقافة طبعا ملف مهم جدا، وعشان كده انا حطيته ضمن مجموعة التنمية البشرية، وده لوحده هيبقى ملف كبير جدا. لان دائما بنقول ان قوة مصر الناعمة كانت في ملف الثقافة، وعشان كده برضو كان يعني بمنتهى الامانة اختيار الوزير
بناء على رؤية واضحة جدا عرضها عليا ازاي هتحرك في هذا الملف لاستعادة قوة مصر الناعمة في ملف الثقافة، واستغلال الأصول الكبيرة جدا اللي بتمتلكها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، والأهم الوصول للشباب. ودي كانت نقطة، يعني الحقيقة كانت موضع نقاش طويل مع سيادته. احنا شعب النهاردة اكتر من 60% من الشعب بتاعنا تحت 40 سنة، فبالتالي احنا أمة شابة. وخلينا نعترف بصراحة، يعني شبابنا النهاردة ما بقاش بيتابع بالصورة المرجوة الحركة الثقافية اللي موجودة، وبقى بيستقي ثقافته من الخارج. خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية. وبالتالي كان أهم الملفات اللي ناقشتها معاه كيف نستعيد قوتنا الناعمة الأول في الداخل قبل ما ننطلق للخارج. ودي نقطة هيبقى هي دي شغل الشاغل لوزارة الثقافة.